التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره العراقي برهم صالح على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات. وشهد اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين بنظيريها الجزائري رمطلع ممرة والمغربي ناصر بوريطة، وتطرق إلى التطورات الأخيرة التي شهدها البلدين الشقيقين بعد إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشدد شكري على ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك والذي تضلع فيه الدولتان بدور محوري. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن حركة طالبان أطلقت سراح آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان قبل أيام قليلة من الهجوم الدامي الذي ضرب مطار كابول قبل يومين. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لم تستبعد تورط طالبان في الهجوم بالتعاون مع داعش رغم وجود عداوة معلنة بينهما. وأسفر الهجوم كابول عن سقوط 170 قتيلا بينهم 13 جندي أمريكيا وأكثر من 1300 مصاب. اتهمت السفارة الصينية في واشنطن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتلاعب السياسي بعد تقرير اتهمت فيه بكين بحجب معلومات أساسية حول مصدر ونشأة فيروس كورونا. وقالت السفارة في بيان إن تقرير الاستخبارات استند إلى فرضية أن تكون الصين مذنبة ولكن بدون دلائل قوية، مؤكدة أن الصين لن تسمح بأن تكون كبش فداء لأهواء الولايات المتحدة الأمريكية. أحرز لاعب محمود صبري الميدالية الثالثة لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020، وفاز صبري بالميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 72 كيلوغرام، متفوقا على لاعبي إنجلترا والصين والعراق ونيجيريا في المنافسات. وتأتي ميدالية صبري بعد فضيتين حصدتهما بعثة مصر في اللعبة نفسها، وأحرزهما اللاعب شريف عثمان في وزن 59 كيلوغرام واللاعب رحاب رضوان في وزن 120 كيلوغرام.